شعرات حلوين. شكرا، شعرك انت الحلو. بس ما تقولي لي لا فير ولا تمليس، لاني شايفه شيء كثير بحبه، يعني بعرفه كثير منيح. شوفي ما في علاقه لحراره غير التمليس، وبصراحه طبيعه شعري وايد خشن ومجعد. وكيف بعد الاستخدام لما شفتي المجموعه واستخدمتيها؟ شوفي انا ما في منتج بالسوق ما جربته بصراحه، وش فصلت فشفت هذا الشامبو قلت لنفسي خلي اجربه، ومن ذاك الوقت ما غيرته. والله يعني قديش نسبه الرضا لهلا؟ كثير كثير راضيه، لان حول شعري من خشن الى مالس، وفعلا ريحته شيء جنن، يعني ريحته مره مره حلوه، وانصح الجميع باستخدامه. انا كثير مبسوطه لما بسمع هذا الكلام. شكرا. مبسوطين، شكرا كثير، وان شاء الله يا ربي هيك نهارك يكون سعيد، ضلي دائما راضيه. شكرا، اكيد، شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافيه. وانتو كمان ما تنسوا تشاركونا تجربتكم مع انسيابية الكيراتين، واكيد من خلال تعليقاتكم على الفيسبوك رح نختار 3 فائزين ليعيشوا معنا تجربة مميزة في لوريال من خلال الميك اوفر، واكيد رح نصور لكم كل شيء لايف على الفيسبوك.